ايمن، وفريقين كنت بقول في المقدمه تحب تتفرج عليهم لان هم قدموا لنا اداء جيد وممتعين. كمان في مدرستين فنيتين على الخطوط، سواء المدرسه الحديثه مع كابتن مجدي عبد العاطي او المدرسه الكلاسيكيه المخضرمه بقياده كابتن طلعت. زي ما الدوري المصري فيه مباريات جماهيريه مباريات شركات، النهارده بقى هنتفرج على مباريات العائلات. النهارده عائله ساويرس بزد وعائله مودرن سبورت بعائله دابس، فالمباراه عائليه تماما صدقني، هو ده الحقيقه. لا انا اقصد بقى يعني هو لانه طبعا من فتره كان تقدم باستقالته. لا لا ما اعتقدش ما يعني ده كان اخر بيان اعلن، كان انا ما يعني الحته دي لم تكتمل، لكن هي مباراه عائلات وهو العائلات اللي كونوا الناديين دول وهم اللي عملوا الناديين والفكره جميله. زد عامل معقوله زد دي اول سنه يعني تستغرب زد وايه مجدي عبد العاطي العبقري الغريب المختلف بشخصيته في عمليه سيطرته على الفرقه، عمليه التلاعب بخطط واساليب خططيه كتير، مقدم سيزن رائع ومطلع لعيبه جمال قوي. انت لما تشوف زيكو عندهم ده ولد لعيب من اللعيبه الهايله، وشادي حسين من اللعيبه المميزه، وقدر خلاص يدي الثقه المتكامله لشادي حسين. اعتقد اخر اربع مباريات الثلاث مباريات جايب اربع اجوان حاجه كده يعني صحيح. ولد رائع جدا يعني. وعبد الرحمن البنوبي ده ولد مخ يعني اتفرجوا عليه، ولد مخ نص ملعب ذكي جدا وجايب برده 8 اهداف. يعني الفرقه عندها شخصيه غير عاديه، فرقه زد بصراحه عجباني قوي ازاي تبتدي اول سنه بالشخصيه دي بالوجود ده، والنهارده طمعان ان هو ينافس وطمعان ان هو ياخد مركز وطمعان ان هو يوصل للمربع. لا بس يعني كل حاجه مشروعه، ذكاء من الاداره، ذكاء من الاختيارات، بصراحه اداء رائع من زد مفاجاه. ومودرن مش مفاجأة بقى وبس، ده مودرن حاطط راسه براس الكل، براس الكبير، أي حد كبير أنا موجود معاه.